كربل، بدي فرجيك على شيء كتير كتير مهضوم لقيته اليوم بالأتوليه عند بابا نويل. ترى يا هيدي الليمبو ستيك اللي هديناه اياها لبابا نويل بحفلة كريسمس وذ كيكلز بعد عنده؟ كنا حابين بوقتها نحن نعمل له شيء لبابا نويل لنشكره على الهدايا اللي بجيب لنا اياهم، هو دايما بفكر فينا وحلو نحن كمان نفكر فيه، يعني مثلا فينا نترك له كباية حليب وصحن كوكيز حد الشجرة، هيك لما يحط لنا الهدايا ليلة العيد بياكل سناك صغيرة قبل ما يكفي رحلته حول العالم. سانتا كلوز بحب كتير الحليب والكوكيز، بس عم بياكل كتير وكتير نصحان، مشان هيك عم نشجعه دايما انه يعمل سبور ويرقص رقصة الليمبو. كتير كان مهضوم سانتا لما رقصها معنا بحفلة كريسمس وذ كيكلز، خلينا نحضر هيدا المشهد سوا. ايه بابا نويل، عنا سيربرايز إلك. شو هي؟ أكل؟ لا مش أكل. تعرف كيف أنت دايما بتفكر فينا كلنا وبتجيب لنا هدايا؟ السنة قررنا نحنا نفكر فيك، جبنا لك هدية. هدية؟ أنا؟ ايه هدية إلك. ترى واو، هيدي أحلى هدية ممكن أحلم فيها. بس شو هي؟ لحظة، خليني أحصل أضعف شجرة كريسمس بالعالم. نب؟ لا، عصا ممسحة لبابا نويل بعزز الهدية إلي. هيدي ليمبو ستيك. أشهي هيدي ليمبو، دوا غسلنا ماما نويل بعزز الهدية إلي. ليمبو هي لعبة، مفروض إنه نقطع تحت العصاية بلا ما ندق فيها. شوف بهيدي الطريقة. انا بدي اعمل هيدا. مين بده يشوف بابا نويل عم يعمل الليمبو؟ يلا كلنا منشجعه. بابا نويل، بابا نويل. طيب اوكي، بس بدي موسيقى وبتعملوا معي. اوكي يلا موسيقى. ولو يا بابا نويل بعدك شاب، وهلأ في عنا تحدي صغير لك. بدنا نوطي العصاية شوي صغيرة. يلا كلنا منشجع على بابا نويل. برافو، زحفة كبيرة لبابا نويل. وهلأ يا بابا نويل في عنا مفاجأة تانية.